في صحيح مسلم أتى شريح إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن المسح على الخفين، فقالت: سل عليا فإنه كان يسافر، وفي رواية عند أحمد يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الإمام أحمد قالت: هو أعلم مني. هنا فائدة عظيمة جليلة، فلا يسأل أي أحد ولا يسأل أي شخص يتصدر، وإنما يبحث عن عالم معروف بالعلم المبني على الدليل الشرعي حتى يسلم له دينه. ولذلك عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ هو أعلم مني، مع أنها حملت علما غزيرا. حتى لما جاء كما في صحيح مسلم لما أتى عبد الله بن عمرو بن العاص حاجة، قالت لابن أختها عروة ابن الزبير: اذهب إلى عبد الله فخذ منه من العلم، فإنه قد حمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. هذا هو الواجب، لا يسأل الإنسان أي شخص، وأيضا لا يتصدر أي شخص لفتي الناس وهو جاهل أو عنده علم قليل، لأن هذا العلم دين وسيحاسب عما قال وعما صدر عنه. وإن تلذذ بالتصدر في هذه الدنيا في هذه الأيام بأن يشار إليه بقول أو بفعل أو بثناء فإنه سرعان ما يزول، لكن إذا وقف أمام الله عز وجل فإنه سيحاسب عن كل كلمة قالها في دين الله وهو جاهل أو متعلم. لا تسأل إلا أهل العلم حتى تنجو، فاسألوا أهل من؟ أهل التصدر، أهل القصص، أهل المواعظ؟ لا، فاسألوا أهل الذكر. ما هو الذكر؟ القرآن، وأنزلنا إليك الذكر. هؤلاء هم أصحاب الذكر القرآن، الذين تعلموا ما في القرآن وتعلموا ما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى صاروا علماء يسألون فيفتون الناس بعلم